سلطة الذرة مع الدجاج المشوي بصوص الكزبرة. خلونا بالبداية نسوي الصوص. عندي زبادي يوناني، ثوم، زيت زيتون، موية، ملح، كزبرة فريش، ونعصر اللايم. خلاص نخلطهم وتكون جاهزة وندخلها بالثلاجة. نبدأ بمكونات السلطة. رح نشوي فليفلة حمراء اللي نتفحم، بعدها نحطها في وعاء ونقفل عليها عشان يكون في احتباس للحرارة وتترطب ونقدر نشيل القشر بسهولة. عند الذرة بعد ما سلقتها راح ادهنها بزيت نباتي واحطها في قلاية لين تنشوي في اغلب الجهات. عندي كمان صدر الدجاج عشان حجمها كبير قسمتها النصين وراح ادهنها بزيت وملح وفلفل اسود، وكمان راح اشويها من الجهتين. الحين راح اخذ الذرة واقطعها وادخنها، بس هذا الجزء ابدا مو مهم، لكن راح يعطي نكهة رهيبة للسلطة. استخدمت 3 انواع من الخس، راح اكتب لكم اياها تحت، انتوا تقدروا تكتفوا بنوع واحد. كل الخضروات قطعوها بالطريقة اللي تناسبكم، البصل، الافوكادو، الفليفلة الحمراء بعد ما نظفناها، واكيد الدجاج. وخلاص الحين راح نحط كل شيء مع بعض، وفوقها راح نحط الصوص، وعلينا وعليكم بألف عافية.